تحت بند حماية مصالحها الأساسية، تشهر كوريا الشمالية ورقة السلاح النووي في وجه الخصوم ملوحة باستعدادها لاستخدامه إن لزم الأمر. بشكل استباقي قد توجه بيونغ يانغ ضرباتها النووية إلى الدول المعادية في حال شكلت تهديداً مباشراً لها، تحذير أطلقه رئيس البلاد كيم جونغ أون. وفي استعراض للقوة أجرت بيونغ يانغ عرضاً عسكرياً لترساناتها الحربية، بما في ذلك صواريخ عابرة للقارات يمكنها الوصول حتى إلى الولايات المتحدة. فكوريا الشمالية تستغل الانشغال العالمي بأزمة أوكرانيا لتسرع وتيرة تجاربها العسكرية المحظورة دولياً، تجارب كان آخرها اختبار سلاح تكتيكي يمكنه حمل رؤوس نووية خلال الشهر الجاري، ليضاف إلى نحو 13 تجربة مماثلة أجرتها منذ بداية العام في تحد للعقوبات الدولية. التحركات النووية لبيونغ يانغ أثارت قلق واشنطن لتعرض الجلوس على طاولة التفاوض مع كوريا الشمالية في أي وقت، وهو ما تجاهلته الأخيرة. وشدد الرئيس على أن بلاده ستمضي قدماً في تطوير ترسانتها النووية بأسرع وتيرة ممكنة. تصريحات بيونغ يانغ في ذلك التوقيت تحديداً يراها البعض رسالة تحذير لجارتها الجنوبية، لا سيما مع استعداد سول لتنصيب رئيس جديد يتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه بيونغ يانغ، ما ينذر بصعوبة عقد أي حوار دبلوماسي بين الجارتين على المدى القريب.